السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، نبدأ اليوم مهمة أخرى. نروح لقرية المزارعين زي ما أنتم شايفين هنا، ونبدأ نذهب لعلامة الاستفهام الصفرة زي ما قلنا. فنروح بحرف W إلى الأمام لحد ما يظهر لنا اسم الفارمر. بعد كده نضغط بالماوس الأيمن. هنا بيقول لنا إنه I want to learn the villagers offer to help us. طيب هنا مزارعين حيساعدونا، ونبدأ start activity. بدأ باللون الأخضر. نروح للمزرعة المطلوب الخدمة فيها. هنا نشوف الوكيل مساعدنا هنا واقف. نبدأ نضغط حرف C ونبدأ نضع الكود الصحيح. طيب راح نبدأ إن شاء الله. نضع أول شيء tell and move forward، حيكون 9 مرات. على أي أساس حطينا 9؟ من عند البلوكات هذه حتطلع معانا 9 مرات، كل بلوكة خطوة واحدة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9، إذا كل بلوك عندنا خطوة واحدة. فننتظر بس شوية لحد ما يتفعل معانا. أي خطوة جديدة تفتحها لازم يتم التحميل، يتأخر شوي معانا التحميل. الآن تحمل. يلا حنبدأ نحط هنا till and move. حنحدد هنا زي ما قلت 9 بلوكات عندي. فإذا لازم تتعلموا البرمجة تعدوا البلوكات وعلى أساسها تحطوا العدد. طيب بعد ما يخلص 9 بلوكات إيش نبغى؟ نبغى يلف على اليمين. إذا هنا turn right، تمام. بعد كذا برضو يمشي مرة ثانية، واحدة مرة، ويرجع يلف يمين، وأخيرا برضو يمشي 10 مرات. إذا هنا لازم يكون 10 مرات. وإذا بدأ نعمل تشغيل ونشوف إيش حيصير معانا. ممتاز. ممتاز، الآن تمت الزراعة وتمت المهمة. تمام. أي حاجة زي ما قلنا تصعب علينا قراءتها نضغط على القارئ وبترجمها لنا عربي فورا وتطلع لنا بالعربي. طيب وهنا فتح معانا الكلام، حنضغط على صورة الكتاب هذا. بعد كده change language، زي ما قلت في فيديو سابق نحط العربية على طول بيترجم معانا هنا مستندات ويترجم معانا بالعربي. الإنصاف لا يتعلق بإعطاء الجميع نفس الشيء، ولا يتعلق بالتأكد من أن كل شخص لديه ما يحتاج ينجحه، على الرغم من أن القرويين واللاوغر كان لديهم كميات مماثلة من الأراضي، إلا أن عائلة إيلاغر كانت بحاجة لمساعدة قبل أن تسمح للمجموعتين نفس الفرصة. إذا نرجع بعد ما قرأنا الترجمة نعمل next، وبكذا الحمد لله تمت المهمة. الآن تمينا 4 من 6 مهمات. شكرا، نرجع لكم إن شاء الله في فيديو آخر مع مهمة أخرى. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس واللايك. شكرا.